مرحبا فيكم أحبائي، كيف حالكم اليوم؟ هلأ اليوم أنا قررت أنه بدي أعمل نوع حلو كيك، فهون رح أعمل كيك الفواكه المجففة. طلعوا الفواكه كيف بقلبها، كيكة كتير طيبة ومغذية ومفيدة كمان بنفس الوقت. مقاديرها مش كتيرة يعني، وشغلها سهل، ما بتاخد وقت كتير بالشغل. طبعا هون انا مقطعتها. هلأ هون عنا المواد، في عندي هون كريم تشيز نص كوباية، في عندي هون فواكه مجففة نقعتها قبل بساعتين بالمي وغسلتها مزبوط ومنشفتها، في عندي زبدة وزيت جوز الهند او بتحطوا زبدة لحالها، في عندي بيكنج صودا حوالي يعني نص معلقة صغيرة، السمنة والزبدة نص كوباية التنين مع بعض، في عندي هون 3/4 كوباية سكر ومعلقة صغيرة فانيلا وبيضتين، هاي هون بيضتين، وهون في عندي كاسة طحين، كاسة طحين، وهاي الفواكه المجففة كاسة كوباية معيارية، يعني نفس الاشي كوباية معيارية من الفواكه المجففة زي ما حكيت بننقعها وعشان تطرى ونتخلص من السكر اللي فيها. رشة ملح طبعا بدنا نحط عليها، ما بننساها. هاي هلأ رح نبلش بالمواد السائلة، رح نبلش بنعمل الجبنة مع الزبدة مع السكر، وبعدين بنحط البيض. لازم بالأول نعملهم كريميين، زبدة مع السكر ومع الجبنة الكريمية، نعملهم بشكل يعني زي الكريمة، بعدين بنحط البيض والفانيلا. هلأ بنشوف. هلأ هون بحط الكريم تشيز والزبدة وزيت جوز الهند مع بعض. طبعا هون انا استخدمت الفتا تشيز، مش الفتا تشيز، استخدمت الريكوتا تشيز بدل الكريم تشيز، بضل اخف بالدسم. حطيت نص كوباية من الريكوتا تشيز او الكريم تشيز ونص كوباية من الدسم، بخلطهم كتير منيح مع بعض حتى يصيروا كريمي القوام. نخلطهم كتير كويس، بعدين بنحط السكر وبنخلطهم كتير منيح عشان يذوب السكر والتشيز. طبعا من زي ما بتشوفوا هيك بالسباتشولا بنظف الجوانب. هلا هون انا حطيت السكر وبرضه نستعمل الميكسر احسن عشان يذوب السكر كويس. تتأكدوا إنه السكر داب مع الزبدة والجبنة. بيضة بيضة ونخلط. البيضة الثانية بحط الفانيلا، وبكمل خفق. هلا بدنا نحط المواد الجافة، ببلش بالطحين، بحط البيكنج صودا، بحط
فينا رشة الملح. هي اوريدي جبنة. هلا بنحط الفواكه المجففة. نخلط. هلا بجيب قالب، طبعا انا عامله هون نص الكميه، فهون عملت زي قالب صغير وبحطها بالقالب. وهي هيك حطيناها بالقالب زي ما انتم شايفين. طبعا انا بحب اقول لكم انه انا استخدمت طحين اللوز، ما استخدمت طحين العادي، بس نفس المقادير بتقدروا تستخدموا طحين اللوز، طحين العادي بنفس مقادير اللي انا عملتها، بتقدروا تستخدموا الزبدة بنفس المقادير، بنفس المقدار، كله بنفس المقدار. يعني اذا بدكم تغيروا من الطحين العادي لطحين اللوز نفس المقدار. السكر طبعا انا السكر العادي بدكم تحطوا 3/4 كوباية سكر. انا استخدمت السكر المحلي فحطيت تقريبا اكثر من التلت بشوي لانه بحلي اكثر. فبتقدروا تستخدموا اي اشي بدكم اياه. اذا بدكم تحطوا سكر عادي بتحطوا 3/4 كوباية، اذا بدكم تحطوا سكر محلي بتحطوا تلت وشوية من السكر. الفانيلا مثل ما هي، بيكنج صودا والطحين زي ما حكيت انه اذا طحين عادي اوكي نفس المقدار اللي هو كاسة طحين. هاي انا برجع بقول اني عملت نص الكمية. اذا انتم بدكم تعملوا الكمية كاملة بدكم تضعفوا كل شيء، كاستين طحين، اربع بيضات، كاس ونص سكر، كاستين فواكه مجففة. هلا راح احطها بالفرن على درجة حرارة 180 350 350 عنا، يعني 180 عندكم. وهاي القالب طلع من الفرن، اخذ معي حوالي 50 دقيقة بالفرن على درجة حرارة 180. شايفينه كيف لسه ما قلبت، رح اخليه ليبرد بالقالب بعدين بقلبه. كيكة كتير طيبة ومغذية، والطريقة اللي انا عملتها فيها بطحين اللوز وزيت جوز الهند والسكر المحلي طبعا صارت كيتو. هاي يعني بتنفع لمرضى السكري، بتنفع للرجيم، بتاكلوا منها بدون ما تخافوا. طبعا نفس المقادير للطحين، هي اصلا بطحين بس انا غيرت. بتمنى تكون وصفتي هاي عجبتكم وجربوها، واذا عجبتكم لا تنسوا اللايك. شوفوا كيف الفواكه بقلبها، جد شهية، جد طعمها كتير كتير طيب. بتمنى انكم تجربوها وما تنسونا من اللايك كومنت، وبتمنى تكونوا بخير وبصحة يا رب، وبشوفكم مرة تانية بوصفة جديدة، وباي باي.